الملعب، والركلة الركنية لصالح الفريق الأهلاوي. جميلة، الله وارتقاء ومتابعة وهب جول، هب راسية في الزاوية البعيدة، فرحة رياض مدبوس. من يسجل بأقدام المهاجم من الجمهور، من المتابع خلف الشاشات، من الجميع. هل يسجل باتو؟ هل يسجل التعادل؟ جول في الدور الأول، يسجل في الدور الثاني باتو من ركلة الجزاء. باتو يحطها في الزاوية البعيدة ويأتي بهدف التعادل، بهدف التعادل لصالح الأخدود. 1-1 في الشوط الأول، وباتو حاول فيها رباعي، كانت قريبة من رباعي، ولكنها كرة الهداف، ولكنها تسديدة الهداف، ولكنها تذهب مع باتو وإلى مرمى الأخدود. شوف ردة الفعل من تيسير، ردة فعل مهندس صفقات الأهلي، ردة الباروكة والألوان وكل شيء من أجل أن يحضر ويشجع. وخطيرة، جول ثاني لصالح الأخدود. في غلطة كانت هدف مفاجئ. المصعبي يسجل الهدف الثاني لصالح الأخدود في لقطة وفي كورة. شوف المشهد أمامك، فرحة إدارة نادي الأخدود بهذا الهدف وبتلك الكرة وبخطأ ربيعي داخل منطقة الجزاء. المصعبي يستغل تلك الفرصة ويأتي بالهدف الثاني. شوف الكرة وربيعي، وين ربيعي؟ رماها على رأس المصعبي. ربيعي حط الكرة إلى رأس المصعبي، بالتالي المصعبي في المرمى الخالي. الهدف الثاني لأبطال الجنوب، يتقدمون في المباراة ويقلبون الطاولة ويسجلون الهدف الثاني. ومندوزا يفرح. تصعب إلى المصعبي صاحب الهدف الثاني. إلى الجهة اليمنى كاكا، لعيب كاكا إلى مايكون إلى الجهة اليسرى صالح الحارثي. أمامية من صالح، هروب من عثمان. عثمان هنا خطير، وتمريرة خطيرة. جول. جول تيكي تاكا جنوبية جميلة لفريق الأخدود من كاكا، راحت لباتو إلى كاكا، والهدف الثالث لصالح الأخدود. مباراة جميلة يقدمونها اليوم، ويسجلون الهدف الثالث يربيعي، ويتقدم الأخدود ويؤكد تفوقه في المباراة. شوف التمريرة، شوف باتو لعبها وين؟ إلى كاكا لمصلح لكاكا على طول. منديز يسجل الهدف الثالث لصالح الأخدود في غفلة دفاعية من الفريق الأهلاوي. وفي لحظة فريق الأخدود بمهارة كبيرة وأيضا بقرار جديد راح يكون الآن بيتسو.
هو وحسين الزبداني، نشاهدهم دائما في خط دفاع فريق الأخدود يمنعون مودو ويمنعون كذلك هناك في الجهة الأخرى هيثم عسيري. الكرة تمر لعثمان باتو في الجهة اليسرى، عثمان وسرعة هناك في الجهة اليمنى وتقدم عثمان، مر بالكرة، جول 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 جول، الرابع لصالح الأخدود. عثمان باتو يتلاعب بدفاع الفريق الأهلاوي ويتقدم من أمام فهد الحمد ويأتي بالهدف الرابع، ويأتي بالهدف الرابع. ياهي صدمة، ياهي صدمة لجمهور الأهلي، لمحبين الأهلي، لمتابعين الأهلي. شوف الكرة اللي اللعبة راحت لعثمان في الجهة اليسرى، عثمان باتو معه كان فهد الحمد في الكرة، وفي اللقطة الماضية عثمان وفهد، وعثمان مر بكل سهولة، وعثمان يجد نفسه من أمام ربيعي، وعثمان يسجل الهدف الرابع، يسجل الهدف الرابع لصالح الأخدود ويتقدم وينهي كل أمال الفريق الأهلاوي في العودة في هذه المباراة. وهدف رابع يؤكد تفوق الأخدود التكتيكي والفني.